الله أكبر الله أكبر. ما عنديش طلاق ومش هطلق. فانا يعني لا مؤاخذه انت اتكلمتي واسهبتي وتحمستي وحافظه نصوص كتير، ولما سالتك سؤال في الاسلام رحت كلمتيني عن الاعجاز العلمي. طيب واصلا انا ما اعرفش ما هي كيف. مشكلتكم على الإعجاز العلمي سيدي؟ أنا قلتها احنا كلمة مش ومررت. بنتكلم عن الاعجاز العلمي. اسمعي استاذه، استاذه هل انت وانت بتتكلمي تفضل دلوقتي انا قصيت كلامك؟ انا قصيت كلامك؟ تفضل، هل وأنا لم انا قصيت أقاطعك كلامك؟ كمان. لا 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 قطعتي، لا قطعتي. لا تعمل أنا ممكن تعملي ميوت، يعني كلمة فقط. تفضل ممكن تفضل. تعملي ميوت. لا اعملي ميوت يكون افضل، عشان هرد عليكي في كل كلمه. وهقول لك بما انك انت بتحبي كتب الله وطلعتي قلت لي انا لا اؤمن بالتحريف والامور دي كلها، ورحت تقولي لي هل ممكن انا اؤمن بكتاب بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. هنا ده لو قريتي انت بس وعندك لو شويه اطلاع قليلين كده هتعرفي ان ده اسمه نشيد الانشاد. ففي اعرفي بقى ان في 5 اصفار شعريه، والشعر يراد به وجه الشبه وليس المشبه به، لانه بيتكلم بكلام بليغ. عندك سفر ايوب، سفر شعري، سفر المزامير، سفر نشيد الانشاد، سفر الحكمه، سفر الامثال، سفر الجمع. دول 5 اصفار. فلما بيقول هنا ما اجمل رجليك بالنعلين بنت الكريم، ده بيتكلم على لو رحت للتفسيرات اليهوديه والمسيحيه، عند اليهود بيقول لك سفر نشيد الانشاد بيتكلم على علاقه الله بشعبه بطريقه شعريه. فلما بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين هو بيكلم النفس الانسانيه. طب هل هنا بيتكلم على رجلين واحده ست؟ لا حضرتك، ده بيتكلم على سلوك الإنسان المؤمن. طيب هل أنا عندي دليل إن هو بيتكلم على سلوك المؤمن؟ آه، بس المسلم بقى للأسف بيفكر بنص التحتاني، وأنا آسف يعني بيفكر بطريقة جنسية في الكلام الطاهر. هو كده زعلش مني. فلما بيقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، يعني شايفني أنا كمؤمن لما حد بيشتمني هنا في الجسد بيطلع يشتمني وينزل بأمي ويقول له ربنا يباركك، ربنا بيقول لي ما أجمل رجليك بالنعلين يا ابني. ليه؟ لأنك أنت طبقت كلامي وخضعت لإيه؟ لكلمتي. سلوكك بيدل على أنك أنت ابني، ما أجملك وما أروعك. عشان كده طب عندي دليل في الكلام ده من قلب الكتاب؟ اه، لما بيقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، هنتلاقي في اشعياء 52 في عدد 7 بيقول ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المخبر بالخير المخبر بالخلاص القائل لصهيون قد ملك الهك الهك. والمؤمن يقول ايه؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. اذا انا كمؤمن لما سلوكي الأقدام دي الرجلين بتعبر عن السلوك. اللي أنت بتفكر بيه في مخك رجليك بتوديك ليه. طب بتفكر في القداسة ومساعدة الناس والعطف عليهم تلاقي رجليك ودتك لهناك. لو بتفكر في النجاسة وفي سرقة الناس وظلمة الناس والإباحية تلاقي مخك قدرك ليك لهناك. فالله بيقول هنا ما أقدم رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. ليه؟ لأنك بتطيعيني، بتطيعي كلمتي. يبقى بيقول ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المخبر بالخير المخبر بالخلاص القائلين لصهيون قد ملك. الكلام ده فين؟ ده في مكان تاني في أشعياء، أشعياء 52 عدد 7. والقديس بولس يقول في العهد الجديد كده علينا كمؤمنين، يقول حازين أرجلهم باستعداد إنجيل السلام. إذا أنا وأنا بمشي في حياتي لازم رجلي يعني سلوكي يكون خاضع لكلمة ربنا. سراج لرجلي، لرجلي سلوكي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يبقى انت بقى لما تفكرتي بإيحاء جنسي للاسف الشديد انت ما فكرتيش ان انت حتى ترجع للتفسير المسيحي عشان يقول لك كل نشيد الانشاد يفسر بالكتاب كله من قلب الكتاب، يفسر الكتاب بالكتاب. شكرا لكل الناس اللي بتدعم الخدمه، شكرا لك اخويا توني، شكرا لكل الناس اللي عملت لايكات، البث وصل ل 125 ألف لايك. كفو عليكم، كفو عليكم، ربنا يبارككم ويعوضكم كل خير.
نرجع بعد كده بتقولي الشيخ والشاب والعذراء اقتلوا للهلاك. ده حضرتك لسه هيتحقق في المستقبل في الضيقة العظيمة اللي هي 1260 يوم ضد النبي الكذاب، تمام؟ ضد النبي الكذاب اللي هو اليهودي اللي هو يسموه المسيح الدجال، والامبراطور الاوروبي اللي هو هيبقى ضد المسيح في اخر الزمان. الكلام ده مكتوب عنه في دانيال صح 12 العدد الاول، وموجود في ارمياء صح 30 عدد 7، وموجود في انجيل متى صح 24، وموجود ايضا في انجيل مرقس صح 13، وموجود نفسه في سفر الرؤيا. فده امر مستقبلي ملوش دعوه ان احنا نقتل حد. الناس اللي عليها السمه، الناس اللي هي رفضت تخضع، ومن ضمن اللي اتخضع دول ايه؟ النبي الكذاب اليهودي اللي هو قال ان انا المسيح وهو مسيح دجال مش حقيقي، وروح ضد المسيح الامبراطور الاوروبي، والموت ده مش هيكون موت حرفي، هيتقبض عليهم وهيترموا في البحيره المتقده بالنار والكبريت بحسب سفر الرؤيا. لو كنت انت بترجع للتفاسير بس وعندك امانه علميه، لكن انت بتعتمدي على ايه؟ على تقطاتي على الشبهات اللي موجوده عند الناس اللي بيهاجموا للايمان المسيحي، لانك انت متعصبه، يعني انت جواكي تعصب دفين ضد المسيحيه، لكن انت هنا بتيجي تتجملي عشان تقول ان انت ايه؟ ان انت محايده وانت راقيه و و و. لكن انا بشكرك برضو ان انت ما بتغلطيش ولا تقولي اي كلام غلط. طيب بيقول هنا شكرا لك. الله قال طوبى لمن يضرب اولادك بالصخره. ما حضرتك لو رجعت للتفسير الكلام ده اتقال في زمن داوود النبي، طوبى لمن يضرب اولادك في الصخره. هنا ده كلام نبوي عن اللي هيحصل لليهود في المستقبل، لان ما بين السبي البابلي وداود النبي حوالي 350 سنه. يعني دي نبوه مستقبليه، الشعب بيوصف مستقبلا بروح النبوه مشاعر المتالمين في السبي نتيجه تمادي وافراط جيش نبوخذ نصر في الانتقام من داود. فالمتألمين في السبي وليس الله بيتمنوا ويقولوا كده: يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاء الذي جازيتينا، طوبى لمن يضرب أولادك بالصخرة. ودي اتحققت بالفعل لما الجيش اللي هو جيش مادي وفارس غزا ايه؟ كما تدين تدان، زي ما فعل ملك بابل نبوخذ نصر المملكة البابلية فعلت بأولاد اليهود كده، كمان تحققت النبوءة بأن كمان جيش مادي وفارس غزا مملكة بابل وطحنها طحن. يعني برضو لو رجعت للتفسير مش تلاقي أي حاجة انت خلص. طب ده يفيدنا بإيه بقى؟ يعني كل الكلام ده يفيدنا إحنا إن الله عادل، وان مهما حصل من ظلم الله عادل بيحقق كلامه ده، فانا استفدت منه. لكن الايه القرانيه اللي اعطيتها لك رحت قلت لي ده اعجاز علمي، وايه علاقه الاعجاز العلمي في انك انت تقولي لي الايه دي هتعود على حياتك بايه؟ ما رجعتلهاش هي تعود على حياتك بايه. رحت تقولوا لي اذهب واضرب عماليق. حضرتك لو سالتك سؤال هو عماليق عمل ايه في الشعب، تجاوبيني وتسكتي بس. عماليق عمل ايه في الشعب اليهودي؟ تعرفي؟ لا ممكن أعرف تقولي لي؟ وأجهل مثل ما أنت تجهل ما يوجد في شكرا القرآن سيدي الكريم. أسمعه. شكرا شكرا شكرا. يعني انت ما تعرفيش اذهب واضرب عماليق يعني ايه، وانت شفتي دي كلها مصايب واموال. خلينا مثلما اكمل، أنت سيدي الكريم تناقش في استطرد القرآن كلامي استطرد وتجهله. كلامي تفضل استطرد كلامي تفضل استطرد كلامي. تفضل. انت بقى حضرتك رحتي للمواقع الاسلاميه وشفت اذهب واضرب عماليق وحرم كل ما لا. أحب أقول لك يا أستاذة إن إلهي في الكتاب المقدس لم يظلم إنسانا، هو إله كامل في عدله، لكن مفيش مبرر للهمجية الإسلامية اللي صارت ضد مصر وضد القبائل العربية اللي موجودة في العرب كلها علشان باسم الدين وباسم نشر الإسلام. دي اسمها همجية ما يؤمر الله بها من سلطان. لكن انا عندي شكرا. لما بتكلم على عماليق ها، الله ما ظلمش عماليق. ليه؟
لان عماليق ما زرعوا، عندنا قانون كده في الكتاب المقدس، ما يزرعه الانسان ايه يحصل. عماليق سيدي ده هل شجع على أكل لحوم البشر فقط يا وسأسكت؟ أكل استاذه، يا لحوم استاذه ما البشر اجاوبك على كل افتراءاتك، ده انت ما انتش عارفه حاجه في اي حاجه، رحت جبت من سيدي، موقع لا شباب أفتري جديد. هذا كلامكم وهذا في انت المواقع. درستي حاجه في الكتاب لو المقدس؟ سمحت، لو انت سمحت درستي سيدي شباب؟ الكريم، رحتي، ممكن استنى بدون استنى، ممكن بدون رفع هسالك صوت. سؤال واحرجك، احرجك قدام 300 متابع. احنا معانا كام؟ معانا نحن 400 لسنا في 500 متابع. حلبة صراع سيدي، أنا لا هادئة انا جدا. هحرجك بسؤال صغير بس، ما بك عصبي؟ سؤال صغير يا كن استاذ، رحب الصدر هل انت كالمسيح، كن يا رحب استاذ، الصدر كالمسيح. أنت تتكلم استاذه انا عنه لو فكن غلطت فيكي، محبة، كن استاذه انا لو محبة. غلطت فيكي، قلت عني متعصبة، لا غلطت قلت عن فيكي، لا غلطت ديني فيكي، همجي، لا قلت غلطت عن فيكي. ماذا طبعا طبعا انا ستغلط جاي أكثر. نص مصر ان شاء الله، ليه ويخشوا في شمال افريقيا ليه ان شاء الله؟ قلت عني لا متعصبة يخش وأتجمل. شمال شكرا افريقيا ليه لك، ان شاء الله؟ شكرا، يخش شكرا شمال لك. افريقيا ليه يعني؟ يخش شمال افريقيا ليه يعني؟ يخش ليه ان شاء شمال الله يعني؟ أفريقيا ليه؟ اه ان ليه شاء إن شاء الله الله؟ يخش بالحرب ولماذا ليه لا يعني؟ يدخل؟ وأنتم كيف دخلت؟ والصليبيين هل لم يحاربوه؟ هل أتوا ده بالورود امتى بقى؟ سيدي؟ اول مره الصليبيين حاولوا يفكروا ان هم يحاربوا هل المسلمين، أتوا كان بعد كام بالورود؟ سنه، هل كان أتوا بعد كام سنه بالورود؟ من المسيحيه، كان بعد كام سنه من المسيحيه، سيدي، سيدي كان بعد كام سنه؟ أجبني، لا تعرفيش. تتفرع، أجبني وأنا كلي أذان صاغية عن طيب كتابك. أنا جبت الكلام هجاوبك على سيدي، فكره، لو اول مره سمحت، أنا الصليبيين، جبت الكلام من اول مره مواقع الصليبيين مسيحية، غزوا فيها لأني السمك عندما الاقصى، أريد، هي كانت عندما لحمايه، هي كانت لحمايه الحجاج سيدي المسيحيين من الهجمات سيدي لو البربريه اللي سمحت المسلمين قاموا بيها. سيدي رغم ان المسيح خليني اجاوبك بقى، المسيح ما بيامرش بالانجيل بان احنا نحارب حد، بينما كل الغزوات الاسلاميه اللي وصلاح قاتل خالد الدين بن الوليد الأيوبي عندما وعمر بن دخل، الخطاب. وصلاح الدين يا الأيوبي استاذه عندما اسمعي دخل يا استاذه، سيدي خلاص الكريم انا كنت بسمعك ووجد وكنت سايبك الصليب أقامه. يا ستي، سيبك من الكلام الفارغ ده، معلش ما لقد احترمي ليكي. تفرعت سيدي، ارجع لي لا لا للآيات ما لو لا سمحت. لقد لا تفرعت، حد هرد ارجع لي عليكي، للآيات. لكن الاسلام خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وكل الناس دول، كل الصحابه دول يابا كانوا بينفذوا اوامر الاسلام، ولو قلت كانوا بينفذوا رايهم عمر الشخصي يبقى هم مجرمين. لو كان عمرو بن عمر بن العاص لو الخطاب كان يا سيدي، بينفذ عمر بن رايه الخطاب الشخصي هو دخل مجرم، وعمل ولو كان اتفاقية بينفذ مع راي المسيحيين إلههم هو وأواهم طبق سيدي، الإسلام. كانوا نعم يضربوا فيهم اليهود كان بيضربوا فيهم في مصر سيدي. مثلا يعني، سيدي كانت عمر مصر بن مثلا الخطاب، بتضرب في الحجاز يعني، قبل بتوع دخل المغرب دول سيدي، نحن وبتوع أصبحنا الجزائر نتحدث وتونس، وكأننا في راحوا ملعب حاربوا، يثرب سيدي. والمدينة والمكة. طيب خلينا بس، نكمل الإجابة، سيدي يا نحن أستاذة، لسنا في حوار بتوع وبتوع وبتوع. هل لو أستاذة سمحت بس، تعطيني علما؟ اسمعيني بس، أنا متعطشة لعلمك. اسمعيني. لا لا لا، مش حكاية إن أنت متعطشة لعلمي، تفضل. أنت جيتي أصلاً مفكرة إن أنت جايبة مجموعة شبهات أنت مش دارساها، حرام وكانت إيه عليك، الأمانة حرام الشخصية عليك، عليكي؟ حتى في دينك ما لا لا تقوله لا لا حرام عليك. إن لا بعض لا لا، الظن طب هقول لك إثم. مش حرام عليا ليه؟ هل أنت تصعر رجعتي خدك للكتاب وأنا المقدس؟ لست شريرة، وأنا لست يا شريرة. أستاذة، أنا ما سيدي قلتش عليكي شريرة، أنت بس تقول الدين أنت محبة، الأمانة قلت تتحتم عليكي. متعصبة، قلت لماذا سيدي؟ هل لأني أعطيتك معلومات وطلبت تفسير أصبح هكذا؟ أنت لا لماذا لا فتح هذا اللايف؟ حتى نسمع لا، ونقول آمين، أم حتى نشغل عقولنا سيدي الكريم؟ طيب لماذا ترفع صوتك؟ خلينا اجاوبك اسمح بقى، لي بدل ما يعني اسمح. هنزلك، يبقى منظرنا بارخ. خلينا نسمع، انت سالت ما نفسك، هذه انت بتعملي كده عشان الديكتاتورية؟ انزلك يعني؟ انت بتعملي كده عشان انزلك؟ أنا لا أفعل خلينا شيئا، أنت نكمل، من تفعل، أنت من خلينا تفعل. نكمل، تفضل الاستاذه ارجع لي بدل ما للآيات لو تكلم، سمحت. بدل ما تكلف نفسها وتروح تدرس ايه اللي حصل في عماليق، او على الاقل تيجي تسالني تقول لي انا ليا سؤال بكل احترام، انا عايز اعرف ليه الرب امر كده ضد عماليق؟ يعني ايه المفروض؟ يعني هل كان يصح من الله كده؟ لا، لكن اتلقيتها ان هي بتتكلم بطريقه فيها نوع من التجني على اله الكتاب المقدس واتهامه بانه يعني مستحيل، انه الاله يؤمر بكده. لم خلاص أتهم أحدا سيدي، انت ممكن كلمة بعد خليني إذنك بس، لو سمحت؟ ممكن اكمل لك بس كلمة، يا استاذه، فقط يا استاذه كلمة لو سمحت، وستعود، فقط يا كلمة، استاذه فقط لو سمحت. الله اكبر الله